يسعى أتلتيكو مدريد للحصول على خدمات المهاجم المغربي أيوب الكعبي، وأرسل عرضاً رسمياً لنادي نهضة بركان المغربي بحسب تقارير صحفية محلية. وأشارت التقارير إلى أن أتلتيكو سيحاول إتمام الصفقة قبل نهائي ريات مونديال الروسية، وأن الأتلتي سيعير الكعبي إلى فريق آخر بالدوري الأسباني في الموسم المقبل، وسيكون ألافيس هو الخيار الأول. وأوضحت التقارير أن الاتصالات بين أتلتيكو والنهضة بركان بدأت قبل شهرين، لكن النادي المغربي يرغب في انتظار عروض أخرى تصل من دول خليجية. وذاع سيت الكعبي 24 عاماً، ذاع في يناير كانون الثاني الماضي إثر تتويجه بجائزة أفضل لاعب بكأس أمم إفريقيا للأمحولين، حيث سجل 9 أهداف في 6 مباريات، وقاد المغرب للحصول على اللقب. يذكر أن هيرفي رينار مدرب المغرب استدعى الكعبي قبل عدة أسابيع للمشاركة في وديتين صربيا وأوزبكستان، وبعد ظهوره الأول اللافت أمام صربيا نجح في تسجيل أول أهدافه مع أسود الأطلس في مرمى أوزبكستان.